بمناسبة الاحتفالات بالأعياد تشهد مبيعات التسالي انتعاشا كبيرا في مختلف المحافظات، ومن بينها محافظة الوادي الجديد حيث شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين واستعدادات في مختلف المحلات لتوفير البضائع وتلبية احتياجات الزبائن في هذا الموسم. بحلول عيد الفطر المبارك تنتعش مبيعات التسالي على مستوى الجمهورية مع ارتباط احتفالات العيد والزيارات العائلية والمناسبات السعيدة بتقديمها على موائد العائلات. ففي محافظة الوادي الجديد شهدت عدة محال للتسالي والمكسرات والحلوى إقبالا كبيرا من المواطنين. من أفضليات عيد الفطر عندنا دي عادات وتقاليد من قديم الأزل، يعني ورثنا أبا عن جد، بأنه لازم يكون متواجد على مائدة العيد المقرمشات واللب والسوداني والترمس وما أشبه ذلك. يعني طبعا مع اختلاف الوقت والزمن بدأ في تطور في موضوع التسالي، زي ما احنا شايفين خلفنا كده بالظبط، أنواع كتيرة جدا دلوقتي مختلفة عن زمان، بخلاف كمان موضوع الترمس ده مفيد جدا، بس للأسف ان في بعض الناس لحد دلوقتي بدأوا يعني يتجاهلوا موضوع الترمس رغم انه أساسي جدا جدا في موضوع التغذية. في المناسبات والعطلات تزداد وتيرة الشراء، كما شهد هذا العام توالي الاحتفالات بالأعياد الذي بدأ بعيد القيامة المجيد وشم النسيم فضلا عن عيد الفطر المبارك. بنسوي سوداني وفول وتسالي ومرمشات وكله سعر الجملة، وديك شايف الإقبال علينا عامل إزاي، وربنا يجعل العيد سعيد على الجميع كله يا رب. محل التسالي تحرص في مواسم الأعياد على توفير البضائع التي تلبي أذواق واحتياجات الزبائن.